بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على ازاي اربط بين النافس وركس والاوتوكاد بلان 3D. نافس وركس برنامج بيضيف البعد الرابع للزمن، وبيضيف عمل حصر بدقة، وعمل كوردينيشن بين الاقسام المختلفة، فليه مزايا حلوة قوي. تمام، فالبرنامج تحفة وجميل وكل حاجة. طيب انا دلوقتي لو انا شغال على اوتوكاد بلان 3D وعايز ابعت الحاجات دي لنفس وركس، ما فيش اي مشكله خالص، لان نفس وركس بيقبل اي امتدادات. تمام، اللي يعني انت ممكن تصدر الشغل ده اوتوكاد دي دبليو جي او دي اكس اف، مش هيقول لا، وهيشتغل عادي. لو بعت حاجه بي دي اف بيقراها، لو بعت صوره بيقراها، يعني برنامج ما شاء الله ما بيرفضش حاجه. تمام، بيتكسر من اي حد فبيقبل. طيب انا دلوقتي عندي الاوتوكاد بلان 3D، عايز ادخل النفس وركس عليه هنا. طيب ايه الفايده؟ الفايده ان ممكن يكون عندي موديل معمول معماري وانشائي وموجود على النفس وركس، وعايز انا ادخله على الاوتوكاد بلان 3D عشان ارسم شغل كهرو ميكانيكال او في تفصيله معينه عايز اعملها. تمام، طيب اجي اعمل ايه منطقيا كده؟ انا لسه ما اعرفش حاجه خالص وابيض ورد. تمام، طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اعمل ادراج الملف نفس وركس جوه الاوتوكاد بلان 3D. فادراج معناها ايه بالانجليزي؟ انسيرت. يبقى انا هروح لقائمه انسيرت. طيب اختار ايه من دول؟ تمام، اكيد انا مش هختار الكونكشن بوينت ولا بلوك ولا بلوك، لا انا عايز الريفرنس، يعني ملف خارجي اللي هو اي اتش. تمام، طيب انا هنا عندي انا امتداد اللي ينفع مع النفس وركس، ال ان دبليو سي ده لو انت لسه ما اشتغلتش عليه خالص، وال ان دبليو دي ده اللي هو دوكيومنتيشن، يعني حاجه للذكرى مثلا. تمام، حاجه تكون انت خلصت الشغل وبتحتفظ مثلا كل شهر تعمل اركايف ليك. طيب انا هقول له ده مشروع اسمه سكاي، ده كان مستشفى كنا عملناها في مصر. فبيقول لي انت عايز نوع الباص هيبقى ايه؟ المسار كله ولا نسبيا، يعني لو هما الاثنين على نفس البارتيشن الجزء المشترك ما يظهرش، ولا مفيش باص هما الاثنين في نفس الفولدر. فاقول له خليها ريلاتيف باص. بيقول لي عايز 0 0 0 ولا ساتسفاي. طيب الروتيشن اقول له اوكي، واقول له حطه لي هنا 0.0 بالانجليزي. تمام، الموديل هو ظهر معايا. تمام، تقدر تشتغل عليه زي ما انت عايز. طيب لو انا عملت كليك كده عليه، عملت له سيلكت وجيت هنا، بلاقي عندي حاجه اسمها color fitting، يعني عايزه يبقى غامق بالشكل دوت ولا فاتح. تمام، فتقدر زي ما انت عايز تتحكم فيه. عايزه شفاف، تمام، لان انت مثلا عايز تبين شغل كهرو ميكانيكال، ولا عايز لا شفاف تقل، عايزه برسبكتيف ولا لا. تمام، طيب عايز تعمل روتويت تلف حوالين المبنى بالشكل دوت، وعايز تعمل 3D بالشكل دوت تحرك ومطرح ما انت عايز، ولا عايز تعمل 3D ووك. تمام، هعلم هنا وهبدأ اعمل ووك في المبنى. خلينا نبقى شوية هنا، بيقول لي المكان اللي الكاميرا موجودة فيه، بتبدأ تشوف الكاميرا موجودة فين ولون النقطة ديت، ماشي، والبوزيشن زد بتاعك قد ايه. تمام، هي في حاجة في كارت الشاشة بتخليه يختفي. تمام، كسرنا الريفرنس. لو انت عايز تغير الامتداد او تعمل له اتشمنت تجيبه تاني، انلود تشيله مؤقتا، ريلود تحمله تاني لو في اي تعديل، ديتاتش تشيله، شينج باص تايب تغير نوع الباص، سيلكت نيو باص تختار باص جديد، فايند اند ريبليس، كل الحاجات دي تقدر تتحكم في ملف نفس وركس اللي انت جايبه. طيب من ضمن الحاجات برضو، انا عندي هنا البروجكت مانجر، في ممكن اعمل هيستوري للتعديلات، يعني كل شويه اقول له ايه اد ورك هيستوري، واقول له مثلا النهارده اد نفس وركس، عشان الناس لو حد جه بعديك بعد الشهر، يعني لو سبت الشركه، يعني تلاقي في هيستوري كل حاجه انت عملتها، ايه اللي حصل فيها.